نجد علماء الطب مختلفين جدا فيما في حصرهم لخلايا الجسم البشري. جسم الإنسان يشتمل على كم خلية؟ منهم من قال هي 60 مليون خلية، أي 60 تريليون خلية، ومنهم من قال هي 80 مليون خلية، ومنهم من قال هي 100، ومنهم من قال هي 1000، معنى 1000 تريليون خلية في الإنسان. كل خلية عالم، عالم بكل ما يشتمل عليه. كنت قلت من قبل بأن الخلية الواحدة لو وقف الإنسان حياته بأسرها لدراسة أسرارها لحار من ذلك وما استطاع أن يتوصل إلى شيء. ولكن عجبت أكثر فأكثر عندما قرأت مقالا للدكتور أردوغان محمد علي، نشره في مجلة المجتمع الصادرة في اليوم 6 من ربيع الآخر عام 1429. هذا المقال عن الهندسة الوراثية جاء فيه أن الجزيئة هي التي يعبر عنها بالكروموسوم، وهي جزء من الخلية، هي نقطة في بحر الخلية. قال هذه الجزيئة لو شرح ما فيها من عجائب صنع الله لملأ ذلك الشرح 900,000 صفحة، 40 ضعف الموسوعة الطبية البريطانية التي تتكون من 40 مجلدا. ومعنى ذلك أن الشرح عجائب هذه الجزيئة لو تم لكان في 1600 مجلد. فأي عقل بشري يمكن أن يحصر هذه الحقائق؟ وحدث أحد الأطباء المهرة الراسخين في هذا الجانب، وله كتاب في عجائب السنة الإلهي في خلق البشر في 21 مجلدا. الطبيب قال بأن خريطة الجينات التي اكتشفت تعجز لغات العالم عن شرحها، ولذلك سيستغرق شرحها 300 سنة. سيستغرق شرحها 300 سنة. وما أدراكم في خلال هذه 300 سنة ما عسى أن يكتشف في وجود الإنسان وفي خلق الإنسان من عجائب صنع الله تبارك وتعالى. هذه بحار لا يقف العقل البشري إلا على ساحلها، لا يستطيع أن يتجاوز الساحل أبداً.